أنا مش جاي أسلم ولا أكمل المعرفة، أنا جاي لك بنفسي لحد مكتبك عشان أقول لك إن أنت الوحيد اللي قدر يعكنني. ها ماشي، وبعدين كده في فاتورة حساب كبيرة ولازم تحاسب عليها. أقعد أزدم بيه، أقعد. يا عم براحة علينا، مالك في ايه؟ الله وكيل لو ما كنت في مكتبي وقلت الكلام الخايب ده لكن ديتك معايا طلقة. متهور باين عليك ما تعرفش زيدان كويس. الكبار يا شاطر ما ينفعش ترد عليهم كده. وديني كبرت اه وجيت لحد عندي، سمعني طلباتك يا زيدان. تبعد عني يا جابر وتسد الطريق اللي بيني وبينك، ولو لسه فيك من ريحه الصعيده اللي انت منهم ما تقربش. انت اللي دوست على رجلي الاول واستغلت السجن اللي بعدنا عن مراتي وخليتها تخلعني وتجوزتها. اللي بيني وبينك لا نطبه ولا مرضيه، اللي بيني وبينك طار. انا جيت لك لحد مكتبك عشان يبقى بيني وبينك عقد، ولو عايزني انسى موضوع المزاد والدولارات اللي انت بلغت عنها تنساني تماما، وانا كده كده حسيبك تدور شغلك في السوق ومش هقفلها عليك. ولا تعرف تعمل حاجة، لا انت ولا دايرة معارفك كلها. واسمع انت مني بقى اخر بقى في الجزازة، مرتي وحقي مش هسيبهم. يبقى اللي حسبته لقيته، هتفضل طول عمرك شط زبون وماله. يبقى رجعك السجن تاني بإيديا. لو قد كلامك واجهني راجل لراجل، طول ما انت مغلول على امرك ديتك معايا طلقه، لا تعجز تموت ونشوف مين هيخلص على التاني. ما تبطل هطل يا بطل، خناقات الدراعات دي خلاص ادمت. وبعدين عيب عليك لما تكون تاجر سلاح قد الدنيا ولسه دماغك في دراعك، حاول تطور من نفسك شويه. كلام خلص يا زدان، برا ونشوف الرجوله اللي من غير دراع دي بتبقى ازاي. برا متهور.